السلام عليكم. حسن نصر الله يعلن موعد إبحار السفينة الوقود الإيرانية الثانية إلى لبنان. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله يوم الأحد أن سفينة الوقود الأولى التي تم استيرادها من إيران في طريقها إلى لبنان، مؤكدا أن هناك سفينة أخرى ستبحر خلال أيام، وذلك لتخفيف أزمة نقص الوقود الذي يعاني منه اللبنانيون. وقال نصر الله في كلمة بثتها قناة المنارة التابعة لحزب الله متحدثا عن أزمة نقص الوقود، أعلن أن السفينة الأولى القادمة بالوقود من إيران كما أعلنت سابقا أصبحت في البحر، وسفينتنا الثانية ستبحر خلال أيام قليلة إن شاء الله، وستلحق بها سفينة أخرى. وتابع: الموضوع ليس سفينة أو اثنين، وهذا مسار سنواصله طالما هناك حاجة في لبنان، مشيرا إلى أنه نحن لسنا بديلا عن الدول ولا عن الشركات المستوردة ولا عن المحطات، ولا نريد أن ننافس أحد. وأكد نصر الله: سنأتي بكميات مقبولة من المحروقات لتخفيف الضغط عن الشركات والمحطات، منوها بأنه إذا أتى الوقود أنه ليس هناك شركة تريد الحفر لاستخراج النفط والغاز في المياه الإقليمية، فنحن جاهزون للاستعانة بشركات إيرانية ولديها الخبرة الكبيرة. وقال: نقترح على الحكومة إذا لم يكن هناك شركات من أجل الحفر خوفا من العقوبات الأمريكية نستطيع أن نحضرها، مؤكدا أن الشركات التي لدينا لا تخاف القصف الإسرائيلي، وهي تستطيع استخراج الغاز والنفط وبيعه. وكان حسن نصر الله أعلن يوم الخميس الماضي إبحار أول سفينة من إيران محملة بالمازوت، مهددا أمريكا وإسرائيل قائلا: هذه السفينة منذ اللحظات التي ستبحر فيها ستصبح أرضا لبنانية، نافيا اتهام رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لإيران بأنها تعرقل تشكيل الحكومة في لبنان. من جانبها نفت وكالة رويترز تقارير منسوبة إليها فيما يتعلق بناقلة المازوت التي أعلن حزب الله اللبناني أنها ستبحر من إيران إلى لبنان. وقالت الوكالة إنها لم تنقل عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم إن إسرائيل لن تسمح بمرور السفينة إلى لبنان مهما كلف الثمن، أو قوله: يبدو أننا أمام أيام ساخنة على جبهة المتوسط. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.